معاناة أهالي مدينة تكريت ومناشداتهم المستمرة لرفع الكتل الكونكريتية التي أصبحت عبئا بسبب ما تخلفه من زحامات يومية أثرت في حياة المواطنين المعيشية والاقتصادية، لكن هذه المناشدات وجدت استجابة سريعة من محافظ صلاح الدين الذي أمر بفتح منفذ جديد في حي القادسية. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. فتح منفذ إضافي في حي القادسية شمالي مدينة تكريت جاء بعد مطالبات من أهالي هذا الحي للحكومة المحلية والقوات الأمنية لتأتي الاستجابة سريعة بتوجيه من الدكتور عمار جبر خليل محافظ صلاح الدين وقيادة شرطة المحافظة بإعادة افتتاح هذا المنفذ الذي سيسهم بتخفيف الاختناقات والازدحامات من أجل راحة المواطن. بسم الله الرحمن الرحيم. تنفيذا لأمر السيد محافظ صلاح الدين المحترم دكتور عمار جبر وأمر السيد قائد شرطة صلاح الدين المحترم اللواء قنديل بفتح معبر جديد، معبر اللي تشاهدوه أمامكم حاليا معبر حي الشهداء لتخفيف العبء عن المواطن. حقيقة باشرنا منذ يوم الأمس بالإجراءات لفتح السيطرة المذكورة واللي تتضمن التحصين وعملية وضع السقائف الحديدية ونصب الكاميرات من أجل تسهيل العملية. العمل يتطلب حقيقة فترة أسبوع إلى 10 أيام لإكمال ما ذكر سلفا، وإحنا على قدم وساق بالتعاون مع الأجهزة الخدمية بلدية تكريت وأيضا مديرية المجاري من أجل إكمال المطلوب. الشارع راح ينفتح بالوقت الحالي فقط للخروج. نشكر السيد محافظ صلاح الدين ونشكر السيد قائد شرطة صلاح الدين وزخم كان على المواطن، وكان عندنا في وقتها يعني عانينا بما عانينا من هاي المداخل اللي في القادسية، فهسه الحمد لله والشكر هسه المواطن ارتاح بالوقت الحالي. هذه الإجراءات التي تحققت بعد مطالبات المواطنين دفعت أهالي حيي الزهور والمعلمين للمطالبة بذات الإجراءات لما سببه انسداد هذه الأفرع من مضايقات للأهالي واختناقات مرورية أثرت في جميع شوارع مركز المدينة، آملين بأن تسمع الحكومة المحلية والقوات الأمنية مناشداتهم وترفع هذه الصبات التي خنقت حياتهم اليومية. سبب الازدحامات طبعا سدوا شوارع رئيسية ومن عندها يعني شوارع الرئيسي الحولية، طبعا هاي الزهور من عندها من سدوا شوارع هواية، فهاي سبب اختناق طبعا شارع الزهور وشوارع الأربعين همين فتصير ازدحامات. طالب انه ان شاء الله يفتحون الشوارع اللي انسدت بسبب اختناقات موجودة في حي الزهور لسد انسداد الطرق الموجودة داخل حي الزهور، ونطالب محافظ صلاح الدين وقائد شرطة صلاح الدين المحترم بفتح تلك النافذة الموجودة في حي الزهور وباقي المدن المناطق كحالنا حال حي القادسية وباقي المناطق الأخرى. فتح المنافذ في أحياء مدينة تكريت يعد خطوة في الاتجاه الصحيح استجابت لها الحكومة المحلية والقوات الأمنية بعد مناشدات أطلقها المواطنون لتعطي رسالة بأن التناغم والتفاهم بين المواطن والحكومة يسير في الاتجاه الصحيح. ياسر عدنان، قناة صلاح الدين الفضائية، تكريت.